هذه 20 مليون وفوقها سواريت فيلا وضحكم وراعك وقتها حاني شوي حاني حاني لا تشوي لا تشوي تشوي كل شيء بعد قعد الله يجازيكم تعال تشوي تشوي تعال إذا ما قعدت ما خالك شيء بسم الله الرحمن الرحيم إذا ما قلت اللهم بارك ما خالك شيء هلا هلا احنا نعرفوه فيلا رقم 3 في حي المسيرة في الطنطان فيلا اشتوها اشتوها فيلا المحجوبة من زايد رقم 3 هنا انت ما تركي الشغل ان شاء الله رقم 3 حي المسيرة الطنطان لعل يمشي حد غلط لا تشتوها صوريتها من اين تويتها تستاهل انت وعمود